اهلا بيكم، معاكم مهندسه الديكور مها هيكل، وكنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن كليه فنون جميله واقسامها وتخصصاتها، والنهارده هنتكلم عن كليه الفنون التطبيقيه واقسامها عشان نعرف الفرق بين الكليتين ونختار الكليه الانسب لينا. لو حابين تعرفوا اكتر عن فنون تطبيقيه خليكم معايا. أول حاجة لازم نعرفها عن كلية فنون تطبيقية إنها 5 سنين زيها زي كلية الفنون الجميلة، ولازم تكون عديت اختبار القدرات في الكلية، وبتدخلها من علمي بس سواء علمي علوم أو علم رياضة. أول سنة بتكون إعدادي والدراسة فيها عامة، وبعد كده 4 سنين بتتخصص فيهم على حسب تقديرك في إعدادي. كلية الفنون التطبيقية بتخرج مصممين في مجالات كتيرة جدا ومتنوعة، لأن الكلية فيها 14 قسم، كل قسم فيها من اسمه بيعبر عن التخصص اللي انت هتدرسه. لو اتكلمنا باختصار عن أقسام فنون تطبيقية، 1 قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون، وده بيعتمد على استخدام الكاميرا الفوتوغرافية وطريقة التصوير الفوتوغرافي وأخذ الكادرات والتصوير السينمائي. 2 قسم الطباعة والنشر والتغليف، وده بيتخصص في طباعة الجرايد والمجلات والعملات الورقية وغيرها. 3 قسم الإعلان، في القسم ده بتدرس فيه الأنيميشن وتصميم الإعلانات لأي منتج بتعلن عنه. 4 قسم التصميم الداخلي والأساس، بنسميه قسم الديكور، وده بيهتم بالتصميم الداخلي والديكور بشكل عام. 5 قسم التصميم الصناعي، وده بيختص بتصميم وتصنيع الأجهزة الكهربائية والسيارات والماكينات. 6 قسم الأساسات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية، بيتخصص في جميع الصناعات الحديدية المختلفة وكل المعادن. 7 قسم الحلي والمعادن، بيتخصص في صناعة المجوهرات والحلي وأدوات المطبخ المعدنية والعملات الفضية وغيرها. 8 قسم الخزف، بيعتمد على صناعة جميع المنتجات الخزفية والفخار والسيراميك. 9 قسم الزجاج، بيتخصص في صناعة جميع أنواع الزجاج بمواصفاته المختلفة في الصناعة. 10 قسم الزخرفة، وده بيعتمد اعتماد كبير على الإبداع والمهارة اليدوية وموهبة الرسم. 11 قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، بيعتمد على نحت جميع المنحوتات والتماثيل والنصب التذكارية بمختلف الخامات وترميم المباني القديمة والأثرية. 12 قسم النسيج، والقسم ده بنصنع فيه من الخيوط قماشة ليها تصميم معين، ده غير اننا نقدر نعالج القماش ده بحيث يكون بمواصفات خاصة زي مقاومة المية والنار والرصاص وغيرها. 13 قسم طباعة المنسوجات والصبغة والتجهيز، هو القسم اللي بناخد فيه القماشة من القسم اللي فات وبنطبع عليها من التصميمات المختلفة والمتنوعة، وبندرس كمان تركيب كيمياء الألوان. 14 قسم الملابس الجاهزة، ده قسم لتصميم الأزياء والفاشن، اللي بياخد القماش من الأقسام اللي فاتت ويحولها لقطعة ملابس. ولما بتتخرج من كلية الفنون التطبيقية بتكون عضو في نقابة التطبيقيين. أما لو اتخرجت من قسم النسيج وقسم الطباعة والمنسوجات فبتكون عضو في نقابة المهندسين. ودي كانت نبذة مختصرة عن كلية فنون تطبيقية وأقسامها المختلفة ومجالات العمل فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لكل أصحابكم، وما تنسوش الاشتراك في قناتي عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.